كابتن فتحي، خليني ابدا بحضرتك. النهارده كان في 5 مباريات في الدوري العام المصري، لكن قبل بس ما ابدا بالمباريات النهارده او خلال اليومين اللي فاتوا، كان وعايز اخد راي حضراتكم بقى في هذا الموضوع. كان عندنا موضوع التذاكر، والتذاكر طبعا تذاكر كاس الامم الافريقيه، وتم وضعها من اللجنه المنظمه ان سعر تذكره الدرجه الثالثه هتبقى 200 جنيه تقريبا. الحقيقه تدخل الوزير المحترم الراجل المحترم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من امبارح لغايه النهارده. الحقيقه في كلام كتير جدا وفي اقاويل كثيره جدا جدا، ولكن اعتقد ان هيبقى في انفراجه على بكره ان شاء الله في هذا الموضوع، ويعود او تعود الاسعار لطبيعتها. يعني لان الدرجه الثالثه لما بتبقى ب 200 جنيه يا كابتن ابراهيم، يا كابتن فتحي، يا كابتن حشيش،